السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. من المصادر الهامة لطعام الإنسان، البيض يستهلك بمعظم الأصناف ديالو الحيوانية منذ آلاف السنين. معلوم ومعروفة أهميته الغذائية، والشائع أنه يقدر يعوض اللحم يعني في من ناحية البروتينات، والشائع كذلك في الاعتقاد أنه البيض من أهم مسببات ارتفاع الكوليسترول. هذه المعلومات وأخرى غادي نتأكدوا منها معك أستاذ. نعم صح، وأن البيض نعرفوا بان فيه جوج ديال المكونات ولا جوج المكونين، المكون الاول هو اصفر البيض والمكون الثاني هو ابيض البيض. واكيد ان الاختلاف في الشكل والاختلاف في اللون والاختلاف في المذاق عنده كذلك اختلاف في المكونات الغذائيه. فعندما نتحدث عن البيض فهو يعتبر من بين الاغذيه الحيوانيه الغنيه بالبروتينات، وهذه المساله اللي شرتي لها هي مساله مهمه بزاف، لان الاغلبيه ديال الناس نقدر نقول للاسف اننا في غالب الاحيان نتهم غذاء من بين الاغذيه انه سبب في مشكل من المشاكل، وهذه بعض الاحيان تتكون خاطئه. علاش؟ لان ما نقدروش نبقاو دائما نتهموا، لان خصوصا عندما يتعلق الامر بعض المشاكل الصحيه كالكوليسترول مثلا، فالكوليسترول هو عنده واحد تابع لواحد نمط عيش لواحد ليجين دو في اللي هي تقدر تؤدي لارتفاع الكوليسترول. طبيعة الحال حنا تنهضروا على الكوليسترول ولا ارتفاع الكوليسترول اللي عنده علاقه بالجانب الغذائي ماشي بمشاكل اخرى ولا اسباب اخرى. فالبيض يعني ملي تنتحدثوا على البيض هو يحتوي على مكونات غذائيه كثيره، فمن بين هذه المكونات الغذائيه قلنا بان كاين هناك البروتينات وكاين هناك كذلك الدهنيات. فاللي تنعرفوا اللي هو معروف على ان ابيض البيض يحتوي على البروتينات وعلى ان اصفر البيض يحتوي على الدهنيات. فهذا ابيض البيض اللي هو فيه البروتينات هو اللي قلنا بانه يمكننا نعوضوا اللحم بالبيض. فملي تناخذوا بيضه تقريبا اللي فيها اومويان تقريبا واحد 50 حتى 60 غرام هي تقريبا تحتوي على 7% ديال البروتينات ولا 7 غرام ديال البروتينات عفوا. فيعني ان جوج بيضات تعادلوا 100 غرام ديال اللحم. اذا صحيح المعلومه صحيحه. صحيحه 100%. يعني ان بيضه واحده بحال الا كليت 50 غرام ديال اللحم في الجانب ديال البروتينات. ماشي في الجانب ديال السعرات الحراريه ولا ديال النيات. هذه النقطه. شكون الاحسن شكون الافضل؟ جوج بيضات ولا لحم؟ هو مزيان ان الواحد يبدل بيناتهم مرة لان علاش ملي تنجيو نشوفوا حيت البروتينات ولا اللحوم بجوج بهم فيهم البروتينات وبجوج بهم فيهم الدهنيات وبجوج بهم فيهم الكوليسترول. ولكن هذه نقطة الكوليسترول اللي بغيت نرجع لها، صحيح أن أصفر بيض هو يحتوي على الكوليسترول، تقريبا بيضة فيها تقريبا 180 ميلي غرام الكوليسترول، تقريبا نصف الاحتياجات ديالنا من الكوليسترول في اليوم، لأن الاحتياجات ديالنا ديال الكوليسترول في اليوم هي 300 ميلي غرام. فملي تنشوفوا أن بيضة تقريبا فيها 180 ميلي غرام، هذا شنو تاني؟ لأن المشكل ما كاينش في البيض، ولكن المشكل كاين في النظام الغذائي ديالنا ككل. لأن المشكلة شنو هو؟ تناكل بيضة ومع البيضة تنزيد ناخذ اغذيه اخرى اللي هي ترفع من نسبه الكوليسترول، ربما غناكل مقليات، ربما غناكل حلويات، ربما غنكثر من استهلاك الزبده الى اخره. اولا كاين بالموازاه مع هذا عدم القيام بالحركه او عدم القيام بالجانب ديال الرياضه. هذا هو المشكل ديال بزاف المغاربه. نعم، وهذا هو المشكل الكبير اللي كاين فيما يخص الارتفاع الكوليسترول، لان كيف ما قلت ان الاغلبيه ديال الناس تتهموا البيض على انه ترفع من نسبه الكوليسترول، ولكن هذا خطا. نعم صحيح ان الناس اللي تعانيوا من ارتفاع الكوليسترول تنحبسوا عليهم البيض، ولكن الناس العاديين ما يمكنناش نقولوا راه البيض هو اكيد بطبيعه الحال الا كان الشخص يتناول 5 بيضات في النهار اكيد غيطلع له الكوليسترول، ولكن حنا تنعرفوا ان الا بغينا نهضروا على يعني خلال الشهر رمضان خلال الشهر المبارك هنا تنعرفوا ان البيض كاين حاضر بقوه. وهنا فين كاين المشكل، لان اولا تنتناولوه بشكل مباشر وتنتناولوه بشكل غير مباشر، يعني تنحطوا قدامنا هذيك البيضه ولا نص بيضه في الطبله، وفي بالموازاه مع هذا تناخذوا مثلا هذاك الحلويات اللي فيها البيض ولا ديك الاغذيه الاخرى اللي فيها البيض طيب، وبالتالي راه نقدر نفوت بيضه ولا بيضه ونص كل يوم، وهذه مساله اللي هي خاطئه، مساله اللي هي ما خصناش نديروها باش نتفاداو الارتفاع في الكوليسترول. لهذا فالاستهلاك ديال البيض يعني استهلاك ديال
جوج البيضات ولا ثلاثه البيضات في الاسبوع ولا حتى اربعه البيضات في الاسبوع الا كان بشكل جيد وما معهاش اغذيه اخرى اللي ترفع الكوليسترول راه ما غاديش يؤدي لارتفاع الكوليسترول. ولكن تناول ديال كميات كبيره من البيض والشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضده، هذه فيما يخص تقريبا الاغلبيه ديال 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 الاغذيه في الجانب الغذائي، يعني ملي تنكثروا منها تتؤدي لواحد النتيجه عكسيه. لهذا فالاكثار من البيض هو اللي مشكل، ماشي التناول ديال كميه عاديه من البيض. هذه من جهه. من جهه اخرى خصنا نعرفوا بان البيض كذلك هو يحتوي على مجموعه ديال المكونات الغذائيه، يعني البيض هو لا يحتوي فقط على غير على بروتينات ولا على دهنيات، ولكن بما ان فيه دهنيات فهو فيه كذلك فيتامينات وخصوصا الفيتامينات المذابه في الدهنيات. هنا تنهضروا على فيتامين ا، تنهضروا على فيتامين دي، تنهضروا على فيتامين او، بالاضافه الى بعض الاملاح كالحديد والزنك. وهنا يعني تنعرفوا بان الاستهلاك ديال بيضه واحده يعني غيجيب لي مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي الجسم ديالي تيكون محتاجها. بالاضافه لهذا ان البيض يحتوي على بعض المواد اخرى، بعض مضادات الاكسده، بالاضافه لانه يحتوي على مواد لتساهم وتساعد في تكوين الخلايا الدماغيه. وهنا غنهضر على هذه الماده ديال لاكوني اللي تتلعب دور مهم جدا في التكوين ديال الخلايا الدماغيه. بالاضافه لهذا ان البيض يعني تيحتوي على نسبه مهمه من البروتينات خصوصا ليزوفالبيمين الى اخره. وهنا تنعرفوا ان يعني استهلاك ديال البيض غيقدر يسد لي الاحتياجات ديالي بشكل كبير فيما يخص مجموعه مكونات غذائيه، سواء كانت مكونات طاقيه ولا غير طاقيه، لان حتى ملي تنشوفوا حتى القيمه الحراريه ولا السعره الحراريه ديال البيض، فالبيض تقريبا تيجيب لي 90 سعره حراريه، وهذه الكميه اللي السعره الحراريه اللي ماشي كثيره بزاف ولكن اللي هي مهمه كذلك. اذا الا فهمت معك سي نبيل عياشي هي ان تناول البيض ما فيش مشكل واخا بشكل يومي، المشكل كاين غير في الكميه. نعم. ديال تناول البيض. نعم. وكذلك الحوايج الاخرين اللي فيهم الكوليسترول اللي نقدروا ناكلوها مع البيض. نعم. وكاين نقطه اخرى هو ان احنا علاش في علم التغذيه دائما نقارن، يعني مادام قارنا البيض باللحم وقلنا بان فيه نفس الكميه ديال البروتينات اللي كاينه في اللحم، هذا تعني اننا خصنا نعوضوا اللحم بالبيض، يعني ماشي غناخذ. حيت المشكل اللي تيقدر يوقع، يقدر الشخص مثلا في الصباح مثلا في الايام العاديه من خارج رمضان في الصباح مثلا فطر بالبيض، في الغداء مثلا تغدى باللحم عاوتاني وشي حاجه اخرى، وفي العشاء عاوتاني غياخذ البيض. فهنا جاب مجموعه مصادر الكوليسترول اللي هي كاينه في البيض وكاينه في اللحم، وربما ما قامش بالمشي، فهذا يؤدي الى ارتفاع نسبه الكوليسترول. ولكن الا مثلا في الصباح ما غناخذ لا بيض لا ما غناخذ حتى شي حاجه كوليسترول حيواني، في الغداء مثلا غنتناول فعود ما ناخذ اللحم خديت البيض، وفي العشاء ما خديتش كذلك مصدر حيواني، فانا ما غاديش يكون عندي ارتفاع في الكوليسترول. او لنا الشيء في رمضان، يعني رمضان الناس خصهم يفهموا مثلا في المائده الافطار مثلا الا خديت بيضه ديالي مثلا فلا داعي باش انني غنتناول اللحم. احنا قلنا بان بيضه هي 50 غرام ديال اللحم، يعني جوج بيضات هي 100 غرام ديال اللحم، يعني فانا نكتفي فقط، حيت كاين الناس يظنوا بان البروتينات هي اللحم، لان ما كاينش بروتينات في بلاصه اخرى من غير اللحم، وهذا خطا. ولكن المشكل اللي تيوقعوا فيه بزاف الناس هي فاش يتناولوا الحريره، بالنسبه لهم راه ما خداوش اللحوم، كاينين تقطعات ديال اللحم. وكاين البيض. تقطعات اللحم زيد عليها البيض اللي كان في الحريره. نعم. ومن غير البيض المسلوق ومن غير البيض اللي كاين في لي كريب راه صافي بوكو د بيض. نعم. فجبنا بزاف هنا ديال البيض، هنا جبنا بزاف ديال الكوليسترول. داكشي علاش ردوا البال حتى المكونات. نعم. لان الطريقه غير المباشره اللي تنتناولوا ديال البيض، لهذا فما نبقاوش نتهموا بشكل مباشر، يعني البيض بانه تيطلع الكوليسترول. وانا تنعاود نقولها، الناس اللي تيعانيو من ارتفاع الكوليسترول نعم خاصهم يبعدوا من البيض وخصوصا الاصفر، لان فيه كميه كبيره من الكوليسترول. ولكن بالنسبه للاشخاص العاديين اللي ما تيعانيوش، يعني يتناولوا البيض ولكن بكميات معقوله، وخصوصا انا تنأكد لان هذا المشكل ديال الكوليسترول يعني اصبح مشكل شائع، وربما الاغلبيه الناس ما تيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه، لان الكوليسترول اللي جاي من الجانب الغذائي راه خصنا نعرفوا كاين هناك الجانب الغذاء اللي هو عنده دور مهم يا اما في الاصابه او لا في الوقايه، وكاين كذلك هناك الجانب البدني، الجانب الحركي، لان للاسف الناس ما هذه مساله خصنا نعرفوها، الناس ما بقاوش يتحركوا، ما بقاوش يقوموا بالحركه. لاحظ. نعم. خلاص مع رمضان ياك. نعم. استاذ نبيل عياشي، انا غادي نعطي واحد الوصفه قديمه وتقليديه كالعاده من التراث المغربي. نعم. تماما، وبغيتك تفهمني علاش، حيت دائما تقول لنا كاين حكمه وراء هذوك الوصفات المغربيه التقليديه. حنا فاش تتولد النفسه، فاش تتولد المراه تكون نفيسه، تنعطيوها واحد الوصفه. نعم. اللي تتكون فيها مثلا، نعطي الوصفه، ربعه ديال الحليب تيفيض، تنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال حب برشاد، ياك، جوج البيضات مطربين وقبيسه الملح. نعم. انا هاد الاكله سناكلها من غير زعما النفاس. نعم. تجيني لذيذه بزاف. علاش هاد الوصفه بالذات للنفسه؟
الوغ هاد الوصفه اواني هاد الوصفه دونك الا شدينا الاغذيه اللي كاين فيها الحليب مع البيض مع برشاد، هنا عندنا كميه مهمه من البروتينات اولا، وكميه مهمه من الجانب ديال الدهنيات. وتنعرفوا بان الدهنيات تتلعب دور مهم جدا في تكوين الخلايا وخصوصا الخلايا الدماغيه. هنا تنعرفوا بان المراه النفسه تتكون محتاجه لمجموعه مكونات غذائيه بعلاوه اضرار ماده الحليب، فهنا عندنا تركيز ديال مجموعه مكونات فواحد الحجم ولا واحد الكميه اللي غتكون قليله، يعني ملي تنهضروا على الحليب، الحليب فهو مركز بالمكونات الغذائيه. البيض حنا شفنا بان بيضه وحده هي 50 غرام ديال اللحم، فنقدر نتناول بسهوله جوج بيضات، ولكن 100 غرام ديال اللحم راه غتبان ليا كثيره، ولكن في حال جوج بيضه فنقدر نتناول مركز مركز. فهنا عندي واحد الخليط اللي فيه التركيز ديال المكونات الغذائيه واللي هو مفيد بزاف بالنسبه للمراه المرضع. نقدروا نعطيوها للباقي الناس يعني في العائله ياكلوها مره ماشي مشكل، وخصوصا بالنسبه للرياضيين، لان للاسف حنا تنشوفوا ان الرياضيين الان بداو تيمشيو لهذيك الخلطات وديك المكونات اللي هي غير صحيه وغير 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 مفيده. فهنا يعني الاعتماد على الحليب والاعتماد على البيض، بطبيعه الحال ماشي 20 بيضه في النهار، بيضه ولا جوج مع كاس الحليب راه كافي. هادشي اللي كتبنا، هادشي اللي درنا زعما في الوصفه ديالنا. فاذا هي وصفه مفيده تجمع ما بين البروتينات والدهنيات ياك وسعرات الحراريه. وكاين السكريات ديال الحليب يعني كامل التركيز، كاين التركيز ديال المكونات الغذائيه. واضح. فاذا شكرا لك استاذ نبيل هياشي على كل نصائح اليوم فيما يخص البيض. اذا تناولوا البيض، نتناولوه بطريقه معقوله، يمكن ناكلوه كل نهار، يكفي فقط اننا ما نتجاوزوش المقدار المقنن لنا في المجال الغذائي. شكرا لك مره اخرى استاذ نبيل عياشي.